السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ السلام عليكم شاهدي ومتتبعي قناه سميه ام بلال. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. عندكم شي شتا شي ثلج شي تبروري. اليوم جيتكم بواحد الفيديو انا متاكده انه غادي يعجبكم بزاف 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 وغادي تشكروني عليه. نعمل لكم واحد الجوله هيدا اللي خفيفه ظريفه في واحد المحل اللي كيبيع بيع لوازم الحلويات، وغادي نوري لكم جديد لدغاجي اللي عندها شي عرس. يعني هذا الفيديو هذا غادي يعجب سيرتو العروسات او لا اللي باقين يلاه والدين وكيوجدوا العقيقه. المهم الا عندكم شي عرس شي خطوبه شي حفل عقيقه عيد الميلاد عيد ميلاد ختانة، المهم جبت لكم جديد لدراجي 2019. الصراحه هذا المحل هذا عنده لي دراجي واعرين وزوينين واشكال مختلفه والوان متنوعه، يعني اللي بغيتوه غادي تلقاوه في هذا المحل هذا. بالنسبه لهذا المحل البنات اللي سولتوني عليه فهو جاء فولاد ميمون، سميتو محل رمضاني، عنده كل شيء، عنده النص فيه كيبيع لوازم الحلويات كل شيء، يعني سواء المواد اللي كيصنعوا الحلويات او اللوازم بحال هادو ديال السيليكون والمراشم كل شيء كل شيء. المهم اللي بغيتوه غادي تلقاوه تما، ليمول كل شيء، اي حاجه بغيتوها كتخص الحلويات غادي تلقاوها عنده تما. من ثم غادي تلقاو كذلك باب واحد اخرى عنده تما لي دراجي وداك الشيء دوك التيافور دوك الصنادق اللي كيكريو طوابل ديال هذا ديال لي بيفي كذلك كيكريوهم روعه. غتبعوا الفيديو حتى الاخير. يعني بديت لكم بهذه ديال لي شوكولا. المهم غادي تاخذوا افكار، ولا عجبتكم شي حاجه وكنتوا في مدينه الناظور غادي تمشيو ليلو، راه عنده داك الشيء طوب واعر وزوين بزاف. المهم كنوريكم هادو، هادو البنات راه كلهم كيتسكريو كما قلت لكم اللي عندها شي عرس ولا شي مناسبه وباغيه توجد فعندو كل شيء زوين. هادو ديال الحلوى كذلك. المهم كنتمنى فعلا انه هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم وتعاونوني وتشجعوني بالبارطاج وباللايك باش الى لقيت مجاهدات طالعين غادي نحاول مره نمشي نخرج لشي حانوت ونصور لكم ونجيب لكم دائما الجديد. لاول مره كتشوفني كنرحب بها في قناتي قناه سميه ام بلال، بالضغط على زر الاشتراك او لا سبسكرايب او لا سابوني والضغط على الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. وصافي البنات لما نطول عليكم في الهضره غادي نخليكم تمتعوا على عويناتكم وتاخذوا افكار وتشوفوا صراحه لي دراجي زوينين تحفه. يا سلام، يلا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليوا لي اقتراحاتكم او لطلباتكم او لا لي كومونتير ديالكم في خانه التعليق تحت البنات. يلا بسلام عليكم.